اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا والتغطيه الخاصه للقاء الاسماعيلي والاهلي، المباراه المؤجله من الاسبوع الرابع، كلاسيكو الكره المصري ما بين الاهلي والاسماعيلي. نكمل مع حضراتكم كلامنا عن هذا اللقاء. خلينا نقول النادي الاهلي في الموسم الماضي كان فاز ذهابا على نادي الاسماعيلي ثم تعادل ايابا بدون اهداف، كان احرز الهدف في لقاء الذهاب عبد الله السعيد. ادي فندق اقامه النادي الاهلي في معسكره قبل التوجه الى ملعب المباراه، ودي بدايه بقى وجبه الغذاء. ودي باكا مهالمبي اللاعب الجنوب افريقي اللي بيخش القائمه لاول مرمى. ودي دكتور هاني بيتحدث مع احمد عادل، دكتور هاني اخصائي التغذيه. النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي في مصر اللي عنده اخصائي تغذيه وبياخد هذا الامر بشكل احترافي جدا. كابتن احمد ايوب وملامح التركيز على هذا اللقاء، الكل في النادي الاهلي يعلم مدى اهميه اللقاء. وادي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق اللي هيبتدي بيه كابتن حسام البدري اليوم بعد تالقه في لقاء الانتاج الحربي. ايضا صابر الرحيل يظهر في الاجواء وبدايه الدخول في اجواء هذا اللقاء. قائمه الفريق طبعا حسام عاشور مسمار خط الوسط، واحد من النجوم سواء الاكثر مشاركه في الناحيه المحليه والناحيه الدوليه. بسم الله ما شاء الله، حسام عاشور نموذج لكل اللعيبه الناشئين مش بس في النادي الاهلي، في كل مصر. لعيب عارف يعني ايه كلمه محترف، بيحافظ على نفسه، خلوق جدا، ودائما وابدا بيجتهد عشان يطلع الافضل منه. وادي عمرو السوليه اللي اتكلمنا مع حضراتكم عليه وادواره اللي بتخلي الكابتن حسام البدري يعتمد عليه بصفه اساسيه دائما في تشكيله النادي الاهلي. قائمه الفريق محمد شناوي، احمد عادل، عبد المنعم ومحمد طارق، عبد الله السعيد، حسام عاشور، احمد فتحي، عمرو السوليه، هشام محمد، ايمن اشرف، جونيور اجاييه، باكا مالهامبي، واحمد ياسر ريان، محمد هاني، وليد سليمان، سعد سمير، احمد الشيخ، مؤمن زكريا، صابر رحيل، وحسين السيد، ميدو جابر، وليد ازار، وعماد متعب. احنا قلنا طلعنا لحضراتكم ال 11 لاعب التشكيل المتوقع للنادي الاهلي. وليد سليمان، وادي مؤمن زكريا، مؤمن من اجمد اللعيبه اللي في مصر اللي بتعرف تجري في ظهر الديفنس، بياخد مكان لنفسه، بيعرف يخلق المساحه اللي يقدر يحرز فيها هدف، ودائما وابدا اهداف مؤمن بتبقى حاسمه. ادي محمد طارق حارس الشاب، حارس مرمى فريق 99، ودخوله في اجواء الفريق الاول بالنسبه له هتبقى اضافه كبيره جدا. عبد الله السعيد مايسترو خط وسط النادي الاهلي ومنتخب مصر. عبد الله السعيد كويس النادي الاهلي ومنتخب مصر بيبقى كويس، حالته الفنيه ورؤيته ومهاراته في التمرير وايضا في التسديد ورؤيته اللي بتكشف الملعب كله هي اللي بتدي كل الدوافع وافضليه عبد الله السعيد. ادي كابتن ابو العيله في التأهيل البدني للفريق، ما شاء الله خبرة كبيرة جدا. محمد هاني بيظهر في الكادر، واحد من الشباب اللي بياخد فرص مع النادي الأهلي، صراحة بيأدي بشكل جيد جدا. فاجئنا في دوري أبطال أفريقيا لما لعب في النجم الساحلي وأيضا في الترجي التونسي وكان على قدر المسؤولية. هشام محمد من اللعيبة الحريفة اللي تعود مرة تانية لبيته النادي الأهلي. وادي الكابتن سيد معوض وحسين السيد، وحوار خاص ما بين الاثنين بيلعبوا في ناحيه الباك ليفت، فطبعا الحوار هيكون على الجبهه اليسرى ما بين الاثنين. كابتن سعد معوض واحد من افضل اللعيبه اللي جم في تاريخ الكره المصريه لعبوا في هذا المكان، وحسين السيد يجب ان يستفيد. سعد سمير قلب دفاع النادي الاهلي ومنتخب مصر، واحد من اللعيبه اللي لما بتبقى حالتهم برده مناسبه بتفرق كتير جدا. فكا النهارده ممكن يبقى ليه ادوار في لقاء اليوم. ادي كابتن حسام البدري وتحيه لباكا، والتحيه بتدي دعم لان باكا من اللعيبه اللي عندهم سرعات عاليه جدا، لعيب دولي بيشارك مع منتخب جنوب افريقيا. وادي ظهور جونيور اجاييه والطبيب الفريق دكتور خالد محمود، واكيد الافارقه بيبقوا في حوار خاص مع بعض، نفس اللغه الاثنين بيتكلموا انجلش، طبعا نيجيريا بتتكلم انجلش وايضا جنوب افريقيا بتتكلم اللغه الانجليزيه. وباكا دخوله في قائمه فريق النادي الاهلي النهارده بتديله دعم وبتديله ثقه، ولاعيب صغير مقيد تحت السن ويقدر يفيد النادي الاهلي في السنوات المقبله. الهداف عماد متعب ووليد ازارو، وحوار الهدافين ما بينهم وما بين بعض، واكيد بيبقى في حوار ما بين اللعيبه والدخول في اجواء اللقاء. متعب اكيد بيقول لازارو عن اهميه لقاءات النادي الاسماعيلي. متعب كان شارك في السداسيه اللي كانت في موسم 2004 2005، وقلنا لحضراتكم كان احرز هدف من الاهداف اللي
ادت للنادي الاهلي الافضليه بستة اهداف، واكيد بيدخلوا داخل اجواء لقاء الاسماعيلي بيدخلوه وبيفهموه ان مواجهه الاسماعيلي صفه خاصه وبيبقى ليها طبع خاص، وان الاسماعيلي من الفرق اللي بتلعب كره هجوميه. ادي نجوم النادي الاهلي ومعسكر الفريق، وادي ابتسامه من صابر رحيل، وابتسامه ثقه وابتسامه امل، وبتدي انطباع عن حاله النادي الاهلي ما شاء الله في الفترة الماضية، بيمشي بخطوات ثابتة وخطوات مستقرة داخل الدوري العام. أحمد فتحي بيظهر في الكادر. خلينا نقول لحضراتكم، النادي الأهلي لم يخسر من النادي الإسماعيلي في مختلف البطولات بقاله 7 سنوات كاملة. آخر خسارة كانت في نوفمبر 2010 في الدور الأول من مسابقة الدوري 2010-2011 اللي النادي الأهلي توج بلقبه، وده بيبين النادي الاسماعيلي بقاله فتره كبيره لم يستطيع ان يحقق اي فوز عن النادي الاهلي، على الرغم من ظهوره بشكل جيد هذا الموسم وتصدره لجدول الترتيب في بطوله الدوري الممتاز برصيد 20 نقطه دفعت النادي الاسماعيلي ان يكون في صداره المشهد. ادي ميدو جابر بيظهر في الكادر، واحمد ياسر ريان من النجوم الصاعده الواعده، شاب من الشباب اللي ابتدى يثبت وجوده حتى في التمرين، تبتدي تحس بوجود احمد ياسر ريان. طبعا ابن الوز عوام، والده من افضل اجنحه خط الوسط في تاريخ الكره المصريه، وكان عنده سرعات رهيبه، ولكن احمد ياسر ريان اولا في الجانب البدني وما شاء الله، وطوله وطريقته كلاعب راس حربه هداف ما يحسسكش ان ده ابن كابتن ياسر ريان، ولكن من الناحيه بقى طبعا الاحترافية طبعا كابتن ياسر ريان من النجوم الجمال اللي طالما أمتعنا في النادي الأهلي، وكان دايما بيجي في الماتشات الكبيرة. كابتن ياسر ريان كنت تحس بيه دايما في مواجهات الأهلي والزمالك. خلينا نرجع تاني للترتيب، النادي الإسماعيلي يتصدر الترتيب من 8 مباريات عنده 20 نقطة، النادي الأهلي في المركز الـ11 من 4 مباريات فقط عنده 10 نقاط، ويحتاج الفوز للقاءات المؤجلة. إن شاء الله النادي الأهلي حقق الفوز فيهم يرجع مرة تانية لصدارة الترتيب كما تعود، ولكن المشكلة الوحيدة اللي ممكن تواجه النادي الأهلي، النادي الأهلي يلعب ماتش كل 4 أيام، وده بيحتاج إلى ترتيب خاص، نوعية خاصة من الاستشفاء، وده هيبقى عليه دور كبير جدا من أخصائي البدني، طبعا كابتن شعلال، كابتن أبو العيلة، دكتور خالد محمود، وأيضا دكتور هاني أخصائي التغذية. وادي الشعلالي يظهر في الكادر اللي لسه بتكلم عليه، لأن عشان تلعب ماتش كل 4 أيام مواجهات كلها صعبة، حتى الفرق اللي ما بتبقاش مأدية بشكل